وصباح الخير حبايبي القلب، كيفكم؟ شو الاخبار؟ شو عم تقولوا؟ محمد بوستايل. اليوم بدنا نعمل تمارين للظهر، لحتى ما يجيكم تمارين المحترفين اللي بيعمل هو المان ديكستر. تمارين اوزان حره اكثرها، تمارين قويه كثير. هي التمارين اللي بتعمل كثافه ضخامه عضليه، اغلبكم بيعرفهم، بس هذا الترتيب اللي بدنا نعمله اليوم بهي التمارين راح يعجبكم كثير، راح تحسوا بعضلات الظهر بدها تنفجر. تمام، اول شيء شو رايكم بالاوتفيت تبعي؟ خليني اورجيكم اياه هيك كامل، ورجيكم الاوتفيت كله كامل من شكفيت. اذا بدكم عرض على هاي الملابس الرياضيه كثير مريحه، كثير حلوين، حتى هون فيك تحط الموبايل مثلا مثل الجيبه، هون في له جيب، هذا الشورت مريح كثير بالركض بالتمرين بالجيم برا الجيم وين ما كان. 15% لما تحطوا كود موستايل 50 راح احط لكم اياه هون على الموقع، بتنزل تحت على صندوق الوصف بتلاقوا رابط الموقع، او هو بولشيك فيت، تكتبوا على جوجل بولشيك فيت، هي اسم الكنزه هون. المهم خلينا نبلش بالتمرين. التمرين الاول اللي هو البنت اوفر رو، بعرف راح تستغربوا، نحمي الظهر شوي بوزن خفيف بالبار بس، وبعدين بنزود اوزان تدريجيا. راح اكتب لكم انا كل المجموعات والعدات هون، وان شاء الله بنستمر بكل الاسبوع تمارين الجسم كلها كامله. بدنا نحمي تحمايه، تمام، ما نبلش مباشره، طبعا نحمي تحمايه فيه للظهر، تمام، بوزن بار الخفيف العادي تقريبا شي 15 20 كيلو حسب وزن البار. بس نحمي فيه تحمايه، نخلي ايدينا على ارض كتافنا، نفتح رجلينا هيك، ننزل ونسحب لاسفل البطن، شايفين؟ نحمي تحمايه 10 20 تكرار حسب ما بتحسوا الكل. عملت ورم اب، بلش بوزن عادي بعدين منتقل. التمرين الثاني اللي هو التي بار رو، راح العبه بوزن حر. هلا في له مكنه انا هون مثل ما شايفين، عشان ما تستغربوا ليش ما لعبت على هي، اذا ما عندكم هي راح العب هي من شانكم. مثل ما قلت لكم اغلب الاوزان راح تكون حره اليوم، او التمارين عفوا راح تكون حره اليوم. وزن متقدم، انا وزن خفيف، وزن ثقيل، وزن مناسب. طيب نعصر، نزل شوي شوي، تمام، هذا التكنيك اللي بدي اياكم تلعبوا، ارفع نعصر نزل شوي شوي. هلا تمرين الدمبل رو اللي بتعرفوه بس بوزن ثقيل. التمرين اللي بعده اللي هو اللات بول داون بهاي القبضه، ما عندكم بالقبضه العاديه ما بيأثر. ثبت ونطلع شوي شوي. قبل ما اكمل لكم الفيديو، معانا التشامب هير نمبر 2 بدبي، اخذت حصلت على المركز الثاني بدبي، بدبي ماسل شو، ما شاء الله برافو عليها. شي از كوين، هير نيم از كوين اليزابيث كوين. Did you like the diet? Yes, I mean, it was good. It was good, yeah? Yeah. Amazing. Good job actually. I'm really proud of you. Thank you. You did a great job actually here in Dubai. She's gonna راح تعمل بطولة الثانية بديسمبر. The next one is in December or November. Yes, December. Yeah. Yeah, yeah, hopefully she will get the first place now. Okay, yeah. Inshallah. Yeah, good job. وهلا وصلنا للديد ليفت، التمرين الخامس، عملنا لكم كل التمارين، هلا التمرين الخامس. واو الظهر، على فكره هذا الظهر راح ينفجر. يلا يا رب. We'll be right back.
هاي تمارين الظهر كلها كامل اليوم. تمارين قوية كانت كتير، 5 تمارين مثل ما وجدتكم تمرنوهن قولوا لي شو رأيكم فيهم. تمام، المرة الجاية بنعملكم تمارين للبطن، تمارين الصدر، تمارين الأكتاف. التمارين القوية اللي أنا بتمرنها حاليا تمارين كتير خارقة حارقة. شكرا على قريب يا قهري. إذا بدكم تدريب أو برامج غذائية تواصلوا معي على الفيس أو الانستغرام لحتى نعملكم البرامج لتوصلكم لهدفكم. هذا كان كتير اليوم يا أبطال، بشوفكم بتمارين جديدة. تكير، سلام.